ننتقل إلى خبرنا التالي. المنتخب السعودي للنساء ينتصر بأول مباراة دولية له ضد فريق جزر سيشل بنتيجة 2-2. وبهذا الفوز رفع عروسنا فوق طبعا بناتنا اللي كانوا قد المسؤولية لحمل لقب منتخب المملكة. يعني أنا أتوقع أنه من حقنا إحنا نتكلم عن بناتنا في ذا الفقر، لأنه إحنا أول مرة نطلع كورة. صح صح يعني. وعلى فكرة ترى فريق سيشل يعني ترى من يعني سيشل يمكن من الدول اللي ترى تهتم بالكورة كثير كثير، تهتم وعندها جماهيرية، يعني هم تقريبا لعبتهم الأساسية الكورة. يعني فريقهم ما هو فريق سهل، لكن كمان احنا فريقنا فريق ما هو سهل، وأكيد أثبت هذا على أرض الملعب. ونقول لهم ألف مبروك وكفو يا بنات. وخليني أقول لك بعد، بالفعل تفاعل العديد من الناس مع هذا الخبر، وبالتحديد أسطورة كرة القدم العالمية البرازيلي بيليه، واللي هنأ الفريق على مشاركته في البطولات الدولية لأول مرة. هذا المنتخب قاعد يسطر فصلا جديد لنجاحات كرة القدم السعودية، وفخورين بناتنا، ويسعدنا أكيد أنه تنضم معنا عبر سكايب مساعد مدرب المنتخب السعودي النسائي لكرة القدم الأستاذة دنا رجب. أهلا وسهلا فيك أستاذة دنا. أهلا أستاذة دنا، لو تكلمينا شوي عن المباراة يوم 20 فبراير. والله كانت مباراة حلوة، يعني استمتعنا، والبنات الصراحة أدوا بشكل يعني مميز، بطريقة أنه كل اللي إحنا تدربنا فيه في خلال 5 أسابيع طبقوها في الملعب وحاربوا، والحمد لله النتيجة كانت واضحة. طيب وكيف حماسكم الـ 24 أمام منتخب المالديف؟ صراحة يعني مستعدين بإذن الله، متحمسين على المباراة الثانية، فإن شاء الله هذا الكم يوم ورانا تمرين ولسه ورانا شغل، بس بإذن الله حقنا بإذن الله. أنتم قدها. طب دنا كلمينا أكثر عن الآلية المتبعة لاختيار اللاعبات لمشوار المنتخب الوطني وخوض هذه المنافسات الرسمية والدولية. معلش قطع الخط، بس ممكن تعيد السؤال؟ أكيد. بالنسبة يعني الآلية اختيار اللاعبات أنهم يقدمون في خلنا نقول يعني مباريات دولية باسم المملكة، كيف تتم الآلية؟ كيف تختارونهم؟ إنه اختيار البنات، إحنا كان عندنا دوري السنة اللي فاتت، تم الاختيار البنات عشان إحنا حضرنا المباراة في الدوري واخترنا المواهب والبنات انه ينضموا في المنتخب. طيب خليني اسالك دنا، ايش الهدف من هذه المباريات يعني؟ عشان ندخل تصنيف فيفا لازم نلعب مباريات وديه، تقريبا 5 مباريات، فهذه الفتره بنلعب لعبنا مباراه وفي مباراه ثانيه، فعشان ندخل تصنيف فيفا. طيب يعني كمان نعرف نشرت سفيرة السعودية في الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر عبارات تشجيع ودعوات للفريق ويعني للنجاح والتميز، ايش يعني لكم هذا الدعم؟ وايش يعني لكم هذه التغريدة؟ الصراحة الشخصيات زي الأميرة يعني يعني لنا بشيء كبير، انه عندنا دعم وناس واقفة جنبنا ويشجعنا انه نمارس هذه الرياضه. طيب دنا، دور الاتحاد السعودي لكره القدم في تهيئه جيل محترف يقود الانجازات الدوليه مستقبلا. صراحه دحين بنركز على مراكز الاقليميه، دحين عندنا مراكز في مدينه الرياض، وان شاء الله حيفتتح مراكز اقليميه في المملكه عشان تطوير كره القدم النسائيه. طب ايش هي رسالتك اللي توجهينها دنا من خلال برنامج سيدتي؟ الرساله انه احنا قدها، والصراحه التعب اللي احنا تعبناه ما حيروح على الفاضي، فان شاء الله انه احنا نفتخر انه احنا شايلين الشعار هذا. يعطيك العافيه، شكرا لك وشكرا لتواجدك، واكيد نتمنى لكم كل التوفيق. طبعا في خبرنا